انا مش ندمان اني سبت النادي الاهلي، ده الكلام اللي قاله شريف اكرامي على قناه اون تايم سبورتس مع الاعلامي احمد شبير، وده اللي هنتكلم فيه في الفيديو بتاع النهارده. ولكن قبل ما ندخل في تفاصيل، يا مساء الفل عليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، واهلا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم جت في العرضه. في البدايه كده، لو انت مش مشترك في القناه فانا بقول لك يا ريت تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وترزع اللايك بتاعك. وتعالوا كده نروح نشوف موضوع او الحوار اللي دار مع حارس النادي الاهلي السابق وحارس نادي بيراميدز الحالي شريف اكرامي. الحوار اللي دار اني احمد شبير على قناه اون تايم سبورتس كان مستضيف شريف اكرامي، وطبعا الموضوع دار ما بينهم او في بدايه الموضوع اني شريف اكرامي بيتكلم على انه ساب النادي الاهلي، فقال له انا ظنيت او افتكرت ان انا رفعت الحرج عن النادي الاهلي او عن الاداره بتاعه النادي الاهلي لما مشيت من النادي الاهلي. انا كان بقالي موسمين ما بلعبش، طبعا اي لاعب المفروض انه يتحمل انه يقعد على الدكه لو الامر سمح بكده، ولكن طبعا انا ما قعدت شهر ولا شهرين ولا 3 شهور، لا انا قعدت سنتين. فاللي هو لا خلاص، ما دامت انت مش عايزني يبقى امشي. بس انا كنت محرج جدا ان انا اروح واتكلم مع المدير الفني بتاع الفريق واقول له انت عايزني ولا مش عايزني. ده الكلام اللي قاله شريف اكرامي من ناحيه انه ساب النادي الاهلي وراح نادي بيراميدز. السؤال الثاني وهو او احمد شبير بيساله، فبيقول له طب انت مش معقول يكون حد نجم زيك، حد كبير زيك، عقليته كبيره، شخصيه مثقفه، يكون هيمشي من نادي مش مرتب اوراقه؟ سؤال منطقي جدا، ولكن رده كان انا ما كنتش مرتب اوراقي على الاطلاق. فالاجابه دي هل صحيحه ولا غير صحيحه؟ الله اعلم، بس دي كانت الاجابه بتاعه شريف اكرامي. طب انت متضايق ولا ندمان انك سبت النادي الاهلي؟ قال انا متضايق اني سبت النادي الاهلي علشان انا اتهاجمت من جمهور النادي الاهلي، ولكن مش ندمان. شريف اكرامي بيقول ان هو مش ندمان انه ساب النادي الاهلي، طبعا على عكس احمد فتحي ايضا وعلى عكس رمضان صبحي. اللاعبين دول من اكتر اللعيبه اللي هم متضايقين جدا 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 في نادي بيراميدز وانهم سابوا النادي الاهلي. ليه؟ حتى التعامل مع زمايلهم في الفريق مش عارفين يتعاملوا بطريقه صحيحه معاهم، مش فاهمين بعض. علشان كده هتلاقي احمد فتحي يقول لك اتمنى ان امشي من بيراميدز، ومع ذلك احمد فتحي اصلا طلب الرحيل. رمضان صبحي بيدور على عقود احتراف بره في اي مكان او في اي نادي تاني، بس المهم انه يسيب نادي بيراميدز بس يلاقي الصلاحيات اللي هو بيحصل عليها في نادي بيراميدز ده لو نادي في مصر بمعنى اصح. اما بقى عن موضوع رمضان صبحي، انت ليك علاقه بان رمضان صبحي يسيب النادي الاهلي ويروح بيراميدز ولا لا؟ رد شريف اكرامي كان لا، ماليش اي علاقه بالموضوع بتاع رمضان صبحي وان رمضان صبحي يسيب النادي الاهلي ويروح نادي بيراميدز. شريف اكرامي، طبعا انا بحب نادي بيراميدز ولكن انتمائي معروف، انا كل التقدير وكل الامتناء وكل الحب للنادي الاهلي، انا بقدر النادي الاهلي، انا عملت كل حاجه حلوه في حياتي كانت في النادي الاهلي، انا عشت في النادي الاهلي سنين عمري في الملاعب عشتها مع النادي الاهلي، حققت بطولات، حققت كل حاجه، انا انتمائي للنادي الاهلي وهيفضل انتمائي للنادي الاهلي. واتكلم ايضا على محمد الشناوي، قال ان محمد الشناوي حارس مصر الاول وحارس النادي الاهلي الاول، ومحمد الشناوي على راس حراس مصر كلهم. ده الكلام اللي قاله شريف اكرامي. اما بقى عن موضوع انه لغى المتابعه بتاعه صفحات النادي الاهلي كلها او صفحات الاهلي او الصفحات اللي بتجيب اخبار الاهلي بشكل عام، قال انا لغيت المتابعه لان طبعا لقيت كل الجمهور او معظم الجمهور بيهاجمني مهاجمه شرسه، وانا طبعا ما بحبش الحاجات دي، فعلشان كده قررت اني الغي المتابعه بتاعه الصفحات دي. ده كان كلام شريف اكرامي مع الاعلامي احمد شبير او الحوار اللي دار ما بينهم. ده كان الفيديو باختصار شديد جدا، يا ريت اللايك الجميل بتاعك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس.